النهارده هنعمل هاش براونز. هوريكم ازاي نعمل هاش براونز زي اللي بتاكلوها في ماكدونالدز او في اي مطاعم. تقريبا على اغلب منيوهات الفطار بيكون موجود هاش براونز. الفرق فيها انها بتتعمل ببطاطس ستايل اعدادها مختلف عن البطاطس المهروسه والحاجات دي. دي بتكون مبشوره فبتدي قوام من جوه، بتبقى فلافي قوي ومن بره مقرمشه، والكونتراست كده ما بين الاثنين منتهى الجمال. حلاوه الوصفه دي بالنسبه لي انكم ممكن تعملوها بكميه كبيره وتتشال في الفريزر قبل التسويه عشان تقدروا تعملوا الفطار اللي انتم بتطلبوه من المطعم، ولا بتعدوا تجيبوه الصبح وتاكلوه قبل الشغل ولا الجامعة، تعملوه في البيت في دقايق لان كل الاعداد بنجهزه من قبل كده وتبقى جاهزة على التسوية. تعالوا نبدأ على طول بالطريقة. اول حاجة هنحتاج بطاطس تقدروا تعملوا زي ما قلت لكم الكمية اللي انتوا عايزينها، يعني دي من الوصفات اللي ممكن تتعمل بكمية كبيرة وتتشال في الفريزر ونطلع نسوي منها على قد احتياجنا. انا هعمل هنا تقريبا باربع حبات بطاطس، يعني اربع او خمس حبات بطاطس من الحجم المتوسط او الكبير هيبقوا مناسبين. طبعا البطاطس كانت مغسوله قشرتها، هنشيل كل القشر وبعدين هقسمها، بس لو هي متوسطه زي اللي انا مستخدماها نصين، لو كبيره قوي نقسمها ثلاثه علشان ترضى تتسلق بسهوله. هنا انا حطيتها وغطيتها بميه، الميه بارده مش سخنه ولا اي حاجه، على درجه حراره متوسطه، واسيبها لحد ما توصل للغليان. انا مش عايزه البطاطس تستوي بالكامل، انا عايزاها تبقى مسلوقه نص سلقه، يعني تبقى من النص برضو طريه، يبقى خلاص ما تسيبوهاش تستوي قوي كاننا هنعمل بطاطس مهروسه ان هي تبقى طريه تماما، لان بشرها بعد كده هيبقى صعب. عايزينها مسلوقه نص سلقه بس كده. تمام، هطلعها بقى من الميه متماسكه هي ولا منهاره ولا اي حاجه، هسيبها تبرد شويه قبل ما نبشرها ونحط بقى باقي الاضافات ونعمل هاش براونز. الهاش براونز من الحاجات اللي ليها اكتر من طريقه في اعدادها. الطريقه اللي يمكن المطاعم بتستخدمها او الطريقه المنتشره جدا هي ان هي بتتبشر وهي نيه وبتتحط في الزيت، يعني بتحط وهي مبشوره كده في الزيت تستوي نص سوا وبعدين نطلعها نشكلها ونقليها تاني. وده بالنسبه لي كميه زيت رهيبه، عشان كده انا بفضل الطريقه دي، لاني بحس ان هي مش شاربه زيت من جوه كتير وبتبقى مقرمشه من بره وبرده طريه وفلافي من جوه. يمكن طريقه تسويتها وهي مبشوره الاول كده في الزيت وبعدين نصفيها ونشكلها ونعملها في الزيت تاني تدينا قرمشه اكتر، بس بالنسبه لي مش مستاهله كميه الزيت اللي هتبقى جوه الهاش براونز. كده اخف واحسن وبيطلع القوام بتاعها برده حلو قوي. ادي شكلها بعد ما بردت وبشرتها بالمبشره العاديه. هزود عليها بقى شويه توابل. التوابل اللي انا استخدمتها حطيت ملح وفلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، ورشة صغيرة اوريجانو او زعتر، تقدروا تحطوا بابريكا او شطة لو عايزينها سبايسي. هنا بقى تقدروا تضيفوا التوابل اللي انتوا بتحبوها. هضيف كمان 3 معالق من النشا، 3 معالق كبار من النشا. النشا هيساعد بس ان كل حاجة تتماسك وانها ما تفكش معايا وهي بتستوي في الزيت او في الفرن. هوريكم طريقتين التسوية. واخر حاجة هضيف مكون كمان اختياري، اللي حابب يحطه يحطه واللي مش حابب ممكن نستغنى عنه. انا هحط بيضة، البيضة برضو بتدي تماسك، بتخليها ما تفتفتش ابدا في الزيت وتفضل كده محتفظة بشكلها زي ما شكلناها زي ما بتستوي. حطيت بيضة واحدة على كمية البطاطس دي كلها فطعمها ما كانش باين قوي. لو انتوا نباتيين او مش حابين تستخدموا بيض استغنوا عنه عادي، تنفع من غيره. اتاكدوا بس ان انتوا حاطين كميه نشا كافيه، ان انا لما اخد شويه واضغطهم في ايدي كده يلزقوا في بعض، يعني تبقى متماسكه ومش مفتفته قوي. وبس هلم بقى كل حاجه مع بعض، مش عايزه اعجنهم قوي عشان ما تفقدش شكلها وتبقى زي البطاطس المهروسه، عايزينها فيها فليكي كده وفيها طبقات وهي بتستوي. وهقسمها بقى، انا بحب استخدم طبق عشان بس اعرف الكميه كلها تبقى قريبه من بعض. اللي عنده ميزان وبيحب الدقه فالواحده بتاعتي كانت تقريبا وزنها 120 جرام، او بالنظر كده نقسمها لكميات متساويه. وزي ما قلت لكم اهم حاجه اتاكدوا ان هي متماسكه ما فيهاش حتت هتتفكك مننا واحنا وهي بتستوي. نشكلها بقى للشكل اللي احنا عايزينه. ده شكل الهاش براون البيضاوي التقليدي، اللي عايز يعملها مدوره مثلثات ديناصورات زي ما تحبوا. انا عملت النهارده خلطه تعتبر سيمبل قوي والنكهات بتاعتها بسيطه. اللي حابب يحط بقى حاجات تانية كتير اعملوا اللي انتوا عايزينه. ممكن تحطوا شويه جبنه مبشوره، جبنه تشيدر او جبنه موتزاريلا اللي انتوا عايزينه، بس كميه صغيره. ممكن نحط كمان بقدونس، ممكن نحط اي اعشاب بنحبها، روزماري، زعتر. نخليها سبايسي قوي، نعملها بالشطه او نقطع فيها فلفل حار، بتليق معاها حاجات كتير جدا. حطيتها على ورقه، ورقه زبده، ورقه بارشمنت بس عشان ما تلزقش، وهدخلها على الفريزر علشان تجمد على شكلها ده قبل ما نكمل التسويه. دي بقى المرحله اللي انا بقول لكم عليها. انا الكميه دي عملت لي تقريبا 7 وحدات، وتحتفظوا بيها بقى في المرحله دي في اي اكياس من بتاعه الفريزر او الثلاجه، تغلفوها وتسيبوها كده تطلعوها على التسويه على طول. فبعد ما يجمدوا ممكن تجمعوهم بقى على بعض في كيس واحد وعلى الفريزر، او تسووهم بقى من هنا. نقدر نسويها بالطريقه اللي احنا عايزينها. الهاش براونز التقليديه بتتسوى في الزيت مقليه عشان تطلع مقرمشه كده وذهبي واخده لون متساوي من بره. ممكن كمان نحمرها، يعني يكون في طاسه فيها شويه زيت صغيرين مش زيت غزير زي ده، وتاخد تحميره من الطرفين برده بتطلع حلوه. ممكن تتعمل في الفرن
او في الاير فراير. انا جربتها في الاير فراير وجربتها في الفرن والاثنين طلعوا حلوين. ممكن بتاعه الفرن ما تبقاش مقرمشه قوي قوي زي المقليه طبعا، بس ستيل بتاخد قرمشه من بره، مسحه زيت خفيفه ونسخن الفرن على اسخن حاجه 250 مثلا او 220 مئويه، ونسيبه يسخن كويس وندخلها على فرن سخن من غير ما تفك ولا اي حاجه لحد ما تاخد لون ذهبي من كل الاطراف. وبرده في طريقه الزيت اهم ملحوظه ان الزيت يكون سخن كويس جدا عشان لما تنزل ما تتفتفتش مننا. لو نزلت في زيت بارد او نص نص ممكن تبدا تتفكك مننا، فاهم حاجه في الاول يكون الزيت سخن قوي علشان تتقرمش من بره وشكلها يبقى متماسك، وبعدين هتكمل سوا. هي اوريدي مش هتاخد وقت طويل عشان هي مستويه نص سوا من جوه، بس هتقرمش كده اكتر من بره وتطرى كمان شويه من جوه. اللي عنده ترمومتر يخلي درجه حراره الزيت 170، اللي ما عندوش يخليها اعلى من المتوسطه يعني ما بين المتوسطه والعاليه قوي، ويسيب الزيت يسخن كويس قبل ما يحط الهاش براونز فيه. والاير فراير كمان نفس الكلام، بتطلع مجمده زي ما هي من الفريزر على طول على التسويه. تحط واحده او اتنين على حسب العدد اللي انت عايزه في الاير فراير، درجه حراره 200-210 مئويه اعلى حاجه الاير فراير بتوصل لها، لحد ما تاخد لون ذهبي من كل الجوانب. وبس ده الشكل النهائي بتاعهم، لون ذهبي رهيب، واخده قرمشه خفيفه وحلوه كده من بره، ومن جوه فلافي وطريه. بحبها اكتر من الحاجات اللي معموله بالبطاطس المهروسه عشان ما بتبقاش مكتومه كده ودنس قوي من جوه، تبقى فلافي وفيها طبقات بسبب حركه البشر دي، فتحسوها حتى خفيفه في ايدينا كده اكتر من الحاجات اللي معموله بالبطاطس المهروسه، وفليكي وطريه. ممكن ما يبقاش فطار لكل يوم، بس يعني لو يوم عايزين نفطر فطار حلو كده وزي بتاع المطاعم، جربوا اعملوا شويه هاش براونز جنبها بيض وكوبايه القهوه وتمام، ولا محتاجين درايف ثرو ولا محتاجين مطعم ولا اي حاجه. وحبيت اوريكم بيبقى شكلها عامل ازاي لما بتتحط في الفرن، لما تستوي في الفرن. الفرن كمان مناسب لو عاملين كميه كبيره قوي عشان ما نقعدش نعمل اتنين اتنين او حبه صغيرين. مقرمشه اقل شويه بس برضو فيها قرمشه خفيفه من بره، خصوصا لو اديناها مسحه زيت من الطرفين، وخفيفه جدا ولا شاربه زيت ولا اي حاجه. دي طريقه برضو صحيه لاعداد الهاش براونز. لو جربتوا الهاش براونز وعجبتكم اكتبوا لي في الكومنتس، وبالهنا والشفا مقدمه لكل اللي هيجربها. واشوفكم تاني على خير قريب، وباي باي.